أخبار اليوم. شكر خاص واحد واحد بشكركم والله 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 بشكركم شكر خاص على انكم شرفتونا واكرمتونا ان انتم تكونوا معانا النهارده في اليوم الجميل ده. النهارده الحفله معموله لسبب بسيط جدا، فكره عملناها ان كان في انا كان عليا كنت نفسي اهدي لكل واحد من اللي موجودين في البوابه كلها يعني هديه او اكرمه او اقول له الف شكر، لان الناس في البوابه بجد 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 كل الناس لا استثني احد يا سيدي، لا استثني احد في البوابه، كل الناس بتتعب وكل الناس بتجتهد وكل الناس بتشتغل عشان نعمل حاجه، يمكن عندنا بعض المشاكل انما ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هتتحل والدنيا هتمشي كويس ان شاء الله. حفلتنا النهارده يا اساتذه فكره صغيره جدا ان احنا قلنا نختار مين الموظف او مين الانسان المثالي اللي بيقدم جهد اكتر من المعتاد واكتر من الموجودين. اما نبص نلاقي واحد اي فرد فينا بيجي يفتح الساعه 8 الصبح ويمشي 10 11 بالليل، عمره ما بص لوائح المؤسسه وقال انا بقى معادي الساعه كام وابص في الساعه وامشي، عمره ما قال انا النهارده مريض اخد اجازه، عمره ما قال انا هاخد ما اعرفش بلد بس لا الكلام ده كله شفته في انسانه رائعه. ولكن يمكن هي عشان اتعلمت على يد استاذنا الكبير استاذ احمد رجب، عشان كده يمكن مش عايز اقول بالحلاوه دي عشان ما حدش فهمني غلط. لا يا عم احنا فهمناك صح يا انما وحاولوا اخيرا التمسك باهداف الشباب ده. انما انا اول ما قلت القرار بتاعي ان انا اخذت راي الزملاء وجمعت الناس في المكتب ده قلت لهم يا جماعه انا نفسي اختار امنيه تكون الموظفه المثاليه على مستوى الصلاحيات بتاعتي جوه المكان. لقيت هجوم شرس جدا من كل الناس سواء جوه المكان او من خارج المكان على ان الانسانه دي تستحق فعلا ان هي تكون موظفه مثاليه على المكان بتاعي او في المكان اللي انا ليا صلاحيات فيه. شفت ان هي ليها مكانه في قلوب كل الناس، مش في البوابه ولكن في اخبار اليوم الموجود الان ده. واهني الاستاذ احمد جلال بمنصبه الجديد بقول له الله يعينك والله يعني يقويك على اللي احنا على اللي انت عايزه على اللي احنا عايزينه منك. الحقيقه عاوزه منك على اللي انت عايزه منك اللي احنا على جوابات الشكر اللي هوقعها للناس كلها ان شاء الله. اللي احنا هنعوزه الحقيقه هيبقى كتير جدا، ولكن انا قلت له كلمه واحده لما قابلته وشكرته على وهنيته على مكانه، قلت له احنا لما بنشتغل ما بنطلبش فلوس، ولكن كان في حاجه واحده كان لازم اديها لاولادنا ان احنا على الاقل نقول لهم متشكرين، نقول لهم متشكرين على اللي انتم بتعملوه، نقول لهم متشكرين على سهركم وعلى تعبكم جوه المكان، وان شاء الله هنتغلب على المشاكل اللي عندنا وان شاء الله هنوصل للاصلح باذن الله. خلوني كمان اشكر بصفه خاصه كل الاساتذه الموجودين والاستاذ عادل دربال، معلش بدون ترتيب يعني، استاذ رفعت رشاد الاول طبعا والاستاذ جمال حسين. وخليني اشكر شكر خاص جدا للاستاذ ياسر عبد العزيز، الراجل اللي يعني تعبنا انا معاه بصراحه يعني بيطلب مني شغل طوال ال 24 ساعه. انا اسف ان انا بطول، ولكن في اسماء كان لازم اقف عندها، مش عايز انسى الاستاذ ياسر حمايه. الراجل ده ليه فضل كبير جدا على البوابه ولازم نشكره شكر جزيل يعني. فبشكركم الاستاذ محمد جلال
يعني الله يعينك علينا وبشكركم كلكم واحد واحد وفرد وفرد. وانا هخلي الكلمه للاستاذ عادل درباله اللي الحقيقه لسه متلقي مكالمه مهمه جدا، هو ما اعرفش انا تلقاها من مين، لكن هو هيقول عليها. الاستاذ عادل مش بحضر حاجه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كرم نفسك. الحمد لله رب العالمين. شوف الواد ده ازاي بارك على خير من خير بين الدنيا والاخره، فاحترم ما عند الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المولى في احكم اياته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. صدق الله العظيم. زملائي الاعزاء، نحتفل جميعا اليوم بزميله عزيزه كما اسمها زميلي واخي الاكبر الاستاذ محمد مهران، فهي مثال مشرف للعامل في دار اخبار اليوم. تستحق منا جميعا الاشاده، وهي إنسانة عملت مع أساتذة تتلمذنا على أيديهم، وهو الأستاذ العملاق أحمد رجب رحمة الله عليه. فالزميلة العزيزة نشأت نشأة على يد هؤلاء الأساتذة، فكانت مثالا مشرفا لكل عامل في دار أخبار اليوم. وأنا بنتهز هذه الفرصة وبشكر الاستاذ ياسر رزق، واحنا في اجتماع مجلس الاداره اخويا الاستاذ رفعت رشاد واخويا الاستاذ جمال حسين، الاستاذ ياسر رزق قرر عمل شيء يعني مختلف تماما، وهو جايزه باسم افضل عامل في دار اخبار اليوم. هذه الجائزه احنا اقترحنا، يمكن الاستاذ رفعت رشاد اقترح والزملاء والاستاذ جمال حسين وكل الزملاء في مجلس الاداره اقترحوا ان تكون هذه الجائزه جائزه باسم الاستاذ احمد رجب، جائزه باسم الاستاذ مصطفى حسين، جائزه باسم الاستاذ مصطفى امين وعلي امين، اسوه بالجوائز اللي بيتم الجوائز التي تم عملها في نقابه الصحفيين. فالاستاذ ياسر رزق للامانه وافق وقال انا سعيد جدا بانشاء هذه الجائزه باسم العامل في دار اخبار اليوم. والعامل في دار اخبار اليوم بيعني الصحفي، لان احنا كلنا عمال في دار اخبار اليوم، لان اللائحه بتاعتنا اسمها لائحه العاملين في دار اخبار اليوم. الصحفي والمهندس والاداري والعامل كلنا عاملين في دار اخبار اليوم. انا طبعا بشكر الاستاذ محمد مهران على هذه الدعوه الكريمه، وان هو بدا بهذه الخطوه اللي الجورنال فعلا فكر انه يعملها. والاستاذ ياسر كان فعلا جيد الوقت هذا الحفل، وانا اتصلت بيه بس هو معايا الجانب الالماني عشان موضوع المكنه اللي هتيجي تحت، فهو يعني الراجل بيعتذر، لكن قال انا هخلص وهاجي اسلم على الاستاذه امنيه في مكتبها انا بنفسي. وانا بنتهز هذه الفرصه، وطبعا ببارك للاستاذ احمد جلال وبقول ان هي الحفله حفلتين، لان احمد جلال يكون سكرتير عام بالتحرير. برضه باسمكم جميعا بنجدد الثقه والعهد بالاستاذ ياسر رزق رئيسا لمجلس الاداره ورئيسا للتحرير. بنجدد العهد بالاستاذ ياسر رزق، لانه كلنا عارفين طبعا الراجل عمل قد ايه. انا مش عاوز اطول عليكم، لكن انا سعيد بهذه المبادره وبقول انا تحت امركم جميعا، وربنا يوفقكم، لان دي دار اخبار اليوم اللي احنا نشانا فيها واللي احنا بنقضي فيها اكبر وقت جدا، اكبر وقت كبير من حياتنا في دار اخبار اليوم. ودار اخبار اليوم صاحبه الفضل على كل عامل في دار اخبار اليوم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. بهني احمد جلال، بهني البواره على الروح الجميله دي اللي اتمنى ان تكون دايما روح الحب بينكم، وانا بشكركم جدا على الدعوه الكريمه. انا بهني الاستاذه امنيه طبعا، واتمنى ان كل العاملين في المؤسسه يبقى سليم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ما خليتوليش حاجه يعني. سامع اكيد انت مش مهني يعني. انا مبسوط. لا انا مبسوط طبعا ان انا موجود في المكان ده، لانه انا عندي يعني ايام جميله وايام فعلا كنت بحس ان انا اب لكل البنات والاولاد اللي في المكان ده. لا هم كانوا اولادي الحقيقه، والحمد لله. وطبعا كان في اشقاء، وكان احمد جلال دايما
ومحمد جلال وحتى وليد بدران الله يصبحه بالخير يقولوا لي واحنا اولادك في الهيصه يعني. طبعا هم لهم معزه وهم كملوا المشوار، وانا سعيد ان اللحظه دي وممتن للاستاذ احمد جلال الحقيقه، لان هو اللي تفضل وقال لي ده في مناسبه خاصه في البوابه وتشاركنا فيها، فانا ممتن ليه وممتن ليكم جميعا لذكريات جميله على مدى قرابه السنتين. وبقول الف مبروك الامنيه، ويا ريت يبقى فيه دايما كل، مش هقول كل اسبوع، كل شهر يا رب يبقى فيه لقاء من هذا النوع، ويبقى فيه افضل حد اشتغل خلال هذا الشهر، وتبقى يعني مبادره تستمر ما تبقاش مجرد سابقه لا تالية. الف مبروك. في البدايه طبعا انا الناس نفسها بتتكلم فعلا بس انا سعيد ان انا موجود وسط الجميل ده، وبحيي الاستاذ عمران على الفكره اللي هي جمعت الناس دي كلها، وببارك للاستاذ احمد جلال، وببارك طبعا للاغنيه اللي هي تعتبر النهارده يعني عريس الفرح. العروسه بقى عروسه وبس. انا ليا تعقيب للاستاذ عادل زباله، هو اقترح لمجلس الاداره تبقى الجائزه باسم العامل المثالي. انا شايف مدام الجائزه اتولدت في زمن الاستاذ ياسر رزق هي تبقى باسم الاستاذ ياسر، هي باسم الاستاذ ياسر الجائزه باسم الاستاذ ياسر رزق، لان هو اللي اقترحها. وزي ما انا بقول ان الاستاذ ياسر رزق الامانه يعني عمل حاجات كتير جدا للمؤسسه، وكل الناس عارفه ان هو عمل قد ايه للمؤسسه، واحنا بنمر بظروف صعبه جدا، ولولا وجود الاستاذ ياسر رزق في هذه الظروف احنا كنا تعرضنا لازمات كبيره جدا. ويمكن الاستاذ رفعت وكل الزملاء، استاذ جمال حسين، كل الزملاء في مجلس الاداره احنا بنشوف حاجات كتير جدا. الاستاذ ياسر رزق جاب للمؤسسه حوالي 263 مليون جنيه منح لا ترد، والمنحه اللي احنا هنقبضها بعد اسبوع دي اللي جابها الاستاذ ياسر رزق، وجت هو جابها للاخبار وجت لكل الجرايد. اتفضل. بصراحه بحييك يا ياسر. طبعا بحيي الاستاذ رفعت رشاد والاستاذ جمال حسين، وطبعا الاستاذ علاء عبد الوهاب والاستاذ احمد جلال اللي هم لبوا الدعوه ودعموا الفكره الجميله دي. ويا رب دايما اخبار اليوم تبقى دايما على طول كده اسره واحده ومتحبه. وبنرجع طبعا الاغنيه فكرتنا بالزمن الجميل للاستاذ احمد رجب والكابتن نعمان والاستاذ مصطفى وعلي امين، فدي حاجه جميله جدا. وكله بقى الدور تبارك. استاذنكم الاستاذ محمد جلال مديرنا بقى، استاذنه في اخر كلمه انا في كلمه مقتضبه كده، انا ببارك لبوابه اخبار اليوم لوجود مثال زي امنيه في البواره، واتمنى ان روح امنيه تعم على كل العاملين في البواره، واتمنى الناس كلها تكون امنيه. عاوزين نسمع كلمه بقى من امنيه. امنيتك ايه يا امنيه؟ امنيتك ايه يا امنيه؟ امنيتك ايه؟ امنيتك ايه؟ اي حاجه. اولا انا بشكر استاذ محمد على اختياره ليا وعلى ثقته فيا وتقديره، والنهارده انا يعني احساسي ما يتوصفش بصراحه. بشكر كل الاساتذه اللي شرفوني، وعايز اقول استاذ محمد بس انا كنت بتعب عشان كنت بشوف هو كمان بيتعب وكل زمايلي بيتعبوا زيي، وانا ما عملتش غير الواجب عليا، ويا رب دايما اكون عند حسن. شكرا. بعد اذنك بس افرض امنيتي جايه حسبي هيتبص الف مبروك يا امنيه، وربنا يوفقك ان شاء الله. امنيه الف مبروك يا امنيه. يا رب يا امنيه اشوفك احسن واحده في الدنيا كلها. امنيه احسن بنت في بوابه اخبار اليوم كلها. انا عايز اقول له امنيه ان هي بس مش موظفه مثاليه، هي اخت مثاليه وصاحبه مثاليه، وده اقل حاجه هي تستاهلها. اقول لها بجد والله اجمل حاجه في القسم ده انت. ايوه كده يا سيدي، مش من غيرك ابدا. الف مبروك يا امنيه، وعقبال يا رب كل سنه كده تبقى مثاليه واحسن واحده في الدنيا كلها وفي الاخبار وفي الدنيا كلها. الف مبروك يا امنيه، وربنا